مصدر في قيادة شرطة حما بسقوط قاذفتين صاروخيتين أطلقتهما المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة محرده بالريف الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم. فيما بين مراسل الإخبارية أن وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات نارية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين. التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالية تستهدف مدينة محرده بعدد من القذائف الصاروخية وأيضا مدينة سلحب. سقطت هذه القذائف في بيوت المواطنين الآمنين. تسببت هذه القذائف بأضرار مادية كبيرة جدا في منازل المواطنين. هذه القذائف ما زالت تنهمر بشكل مستمر وخصوصا من التنظيمات الإرهابية المتواجدة في ريف حماة الشمالي. قاعدين بالبيت وما لقينا غير صوت طلع صاروخ وقع بالأوضة، اجى بغرفة النوم تبع اهلي.